السلام عليكم. حاولوا في هذا الفيديو نجاوبوا على التمرين 61 صفحة 135 من كتاب المفيد الثالثة إعداد درس ديال مبرانس في طابرس. إذا عندنا هنا هذا المثلث أب سي، قياس ديال أ سي هي 13، ديال ب سي هي 12، وديال أب بي هي 8. أوكي، جاء هنا واحد التلميذ دار لنا واحد الجواب، قال لك لمعرفة هل المثلث أب سي قائم الزاوية نحسب أس أس اثنان كتساوي أب بي أس اثنان زائد بي سي أس اثنان. أوكي، علاش بالضبط مش هختار هو أس أس اثنان شافه؟ حيت علاش؟ باش يكون قائم الزاوية يكون الضلع الكبير هو الوتر خصو يساوي المجموع المربعين الضلعين الآخرين، صافي؟ إذا هنا يكفي أنك إلا كنتي عارف شكون هو الكبير فيهم، يكفي أنك تمشي تأكد غير واش داك الكبير أس اثنان كيساوي المجموع ديال المربعين الضلعين الآخرين. شكون هو الكبير؟ هو هذا، صافي. إذا مشى دار أسي أوس اثنان كتساوي أب أوس اثنان زائد بي سي أوس اثنان. شحال هي أسي؟ هي 13، 13 أوس زوج، وعوض هنا أب بي بثمانية وبي سي بطناش. إذا ملي حسب لقى هادي 13 أوس زوج هي 169، ومشى كيحسب هادي عطا 64 زائد 144 208، في الأخير كيطيح. ما يمكنش 169 كتساوي 64 زائد 144، هاد الشيء ما يمكنش. اذا مثلث ا بي سي غير قائم الزاويه. اذا هذا الجواب هذا ممكن نعتبره صحيح، صافي. الا كنتي عارف القيمه، يعني عارف شكون الكبير فيهم، يكفي انك تمشي تشوف واش داك الكبير اس اثنان كيخالف المجموع المربعين الاخرين، صافي، متفقين؟